مئات الآلاف من كتب المناهج الدراسية سلمت إلى وزارة التربية بعد إنجازها في مطبعة شبكة الإعلام العراقي. رئاسة الشبكة أوضحت أن مطبعة الشبكة ومنذ عام 2020 تنجز ما يطلب منها وفق عقود توقع مع وزارة التربية، كما أكدت استعداد المطبعة وملاكها لإنجاز طباعة الكتب وبالكميات التي تطلب منها بوقت قياسي وبجودة عالية تنافس بها المطابع المحلية والأجنبية. هذه السنة أخذنا كميات جيدة لطباعة كتب وزارة التربية العراقية، وأيضا هذا العام أدت مطابع شبكة الإعلام العراقي بشكل ممتاز على مستوى النوعية وعلى مستوى سرعة الإنجاز. اليوم تم تسليم الوجبة الأولى، وهو الأسرع، التسليم الأسرع من بين كل المطابع العراقية. وأيضا ستجدون أنه واحد من أكثر عمليات الطباعة نوعية في العراق وفي خارج العراق. الأسبوع المقبل سيشهد وفقا لإدارة مطبعة الشبكة تسليم وجبات جديدة من كتب الدراسة الابتدائية التي طلبتها وزارة التربية لتوزع على مديرياتها ومدارسها بأسرع وقت. تم تسليم هذا اليوم 100,000 نسخة من كتاب القراءة إلى مخازن الوزارة، إضافة إلى تسليم 150,000 نسخة من كتاب الاجتماعيات للصف الخامس الابتدائي، تسليم كميات بنسب معينة من الكمية المطلوبة الكلية لغرض تسليمها للمديريات التابعة للوزارة. وإن شاء الله الأسبوع المقبل سوف نقوم بتسليم أجزاء من الكتابين الآخرين، علما أنه تم إحالة طباعة إلى مطابع الشبكة 4 كتب جميعها للمراحل الابتدائية. وتجدد مطبعة شبكة الإعلام العراقي الدعوة لكل المؤسسات الحكومية الراغبة بمطبوعات عالية الجودة وبأوقات قياسية كما حصل في الوجبة الأولى من كتب وزارة التربية للعام الدراسي الحالي. من بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية.